كان احمر موهبه في سبيل الله. السلام عليكم. يا لالا عمري مربو في سبيل الله. السلام عليكم. فيديو جديد تنارة شاب، مرحبا بكم. عاود تاني فيديو نتاع صناع الابتسامة. يلا نشوفوا شي أسئلة دينية غزالة ونشوفوا واش قدتينا نجاوبوا عليهم. Let's go. قال تعالى إن شانئك هو الأبتر. ما معنى كلمة الأبتر؟ إن شانئك هو الأبتر. أبتر هو تنقولها اللي ما عندوش ولاد ولا اللي ماتوا ليه الولاد ولا شي حاجة. المهم بحال المقطوع زعما الأبتر هي الذرية ديالو مقطوعة. المهم شي حاجة بحال هكا. بيان سيغ هنا في سورة الكوثر تيهضر الله تيتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم على كان واحد كان قال ليه زعما بحال هكا أبتر، شي واحد من الكفار ديال قريش. بيان سيغ المهم شي حاجة بحال هكا، ما عقلتش بالضبط شكون اللي قال عليه بالضبط، ولكن الله جاوبه من السماوات بالقرآن. وباقي الجواب هو تال دابا حافظينو بيان سيغ عارفينو ان زعما قال ليه الله هذاك اللي ان شانئك هذاك اللي قال عليك هاد الهضره هو الابطر. والله ما بعرفش. لا اله الا الله، كل عام وانت بخير. الابتر ما بعرف. شكرا لا اله الله ما بعرف. شكرا لا اله وكل عام وانت بخير. الابتر ما بعرف. شكرا لا اله. شكرا لا اله. ان شانئك هو الابتر. والله ما بعرف. شكرا لا اله. ما عندي علم الصراحه بالمعاني زياده. شكرا كثير لا اله. الله يحفظ لي جون كما تنقول لكم الشباب والو. كثير لا اله. والله ما بعرف. شكرا لا اله. شانئك هو الابتر. والله نسيت، عم بالي صايم وما ماني متذكر شيء هلا والله. شكرا كثير لا اله، كل عام وانت بخير. ما عندي فكره. ما عندي فكره. شكرا لا اله. شكرا لا اله وان شاء الله كل عام وانت بالف خير. الابتر والله ما عندي فكره في الموضوع. شكرا لا اله. لا اله. ان شانئك هو الابتر. الابتر. انه صعب وهيك؟ غلط. شكرا كثير لا اله. والله اسئله صعبه. عندك فكرة؟ شكرا. شكرا كثير ليلى. هو المنقطع في منقطع الذكر نعم. هو انتم تفكروا انه هي منقطع النسل، سما هو منقطع الذكر لانه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عم يعيبوه، يقول كل ما يولد عندك ابن فعم يموت مثل ابراهيم مثل قاسم وهذول، فقاموا يعيبوه يقول انت الابتر. تمام؟ فنزلت السورة و كانوا عم يعيبوا انه هو راح ينقطع ذكرك، انه العالم ما تتذكرك ما تعرفك. تمام. يلي هي بمعنى انه منقطع النسل، لانه هو منقطع النسل كمان. الله اعلم. الله اعلم. انا ما فيني افتري. ايه بس الله اعلم انه انقطع ذكره وانقطع النسل. برافو عليك، جائزه 20,000 وانت ربحتها معنا. يا اهلا وسهلا. تفضل. ان شاء الله الف مبروك يا رب. يا اهلا وسهلا. شكرا كثير لقناه صناعه الابتسامه كمان، وجهودكم هي واسئلتكم الجميله، فنحن ندعم كثير انه المحتوى يكون مثل هذا المحتوى. جاهز السؤال الثاني؟ ان شاء الله. في اي سوره ذكر معراج النبي عليه الصلاه والسلام؟ سوره الاسراء. لا لا لا، الاسراء تذكر فيها الاسراء، والمعراج المعراج تذكر في سوره النجم. سوره النجم. غلط. شكرا كثير لك وان شاء الله الف مبروك. الأبتر مقطوع الأثر، كان رجل يأتي عند الرسول يروح لأولاد كتير يتوفى الأولاد، قام نزل هذه الآية عليه. شوي شوي خلينا نشرحها. قصدك إنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان ماتوا أولاده، تمام، فشو صار؟ كان إنه يتوفى الأولاد كتير يقولوا له مقطوع الأثر، تمام. فكانوا يقولوا له هاي الجملة، قامت نزلت
الآية إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مقطوع الأثر. صدق الله العظيم، ما شاء الله حولك، جاء 26,000 وانت ربحتيها. سلم إيديك. مهم كانوا تيعيبوا حيت زعما ان ديك المفهوم اللي قيدها في ديك الوقيته، زعما ان الولد هو اللي هو الذريه، الولاد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا، داكشي ديال الله حاجه عاديه. وكان كما قلت لك عيبوا عليه الاوتار، والله زعما جاوبه وقال له لا تحزن صلي لربك وانحر، يعني ذبح الاضحيه وصلي وتبع الاركان وما كاين حتى شي حاجه زعما شانعك وربك. تفضلي. ورفعنا لك ذكرك. إن فوا تتهضر على الرسول صلى الله عليه وسلم تترفع تكر مرفوع تنقول له صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، فايلا التكر ديالو مرفوع ان شاء الله. الف خير البشر. بارك فيك يا رب، ان شاء الله هيك يا رب، كل سنه وانتم سالمين، عاد عليكم الصحه والهنا يا رب. سالمه يا رب. جاهزه للسؤال الثاني؟ في اي سوره ذكر معراج النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ سوره النجم. اوه اكيد، ما شاء الله حولك. لا صحه عرفتها ما شاء الله حولك خالد. المره جاء 56,000 وانت ربحتيها معي. الله يجزيك الخير يا رب، الله يعوض عليك. تفضلي. ان شاء الله الف مبروك. شكرا لك، شكرا لك. السؤال الثاني. ظل رافع. ما اسم ابليس قبل ان يرفض السجود لادم عندما كان من الملائكه؟ ابليس قبل ما يتخلق ادم، يعني فاش كان مع الملائكه كان عنده شي اسميه اخرى من غير ابليس. عزرائيل؟ لا، عزرائيل هو ملك الموت. ما عرفت الصراحة، ممكن واحد السمية في بالي ولكن الله علم. لا، عزازيل. ما شاء الله حولك. هاي جبدتها هي فراسك، هي السمية اللي كانت في بالي ولكن ما عادي عادي. كنت شفتها في واحد ذاك، كنت شفت شي حلقات نتاع ذاك السيري نتاع داك السيري ديال لوسيفر. كاين شي واحد السيري ديال لوسيفر اللي عرفو، وكانوا هاد السميه نتاع ازازيل. المهم شي حاجه بحال هكا، كان سميتها حاجه، كان هو سميتو ازازيل من قبل، شي حاجه بحال هكا ما عقلتش بالضبط، ما عرفت واش هاد السميه نيت ولا. المهم شي حاجه بحال هكا وزعما ولكن فهمتي كتشد في عقلي ضحك، ما بغيتش نقولها بيا صدقتني هي، ولكن الله اعلم واش هاد الشيء نيت صحيح ولا لا. قال لك عزازيل طبعا. حبيبة قلبي، هالمرجع 600,000 انت ربحتيها معي. طبعا اكيد، ما شاء الله حولك، ما شاء الله حولك خالد. المرجع 56,000 انت ربحتيها معي. الله يجزيك الخير يا رب، الله يعوض عليك. تفضلي. ان شاء الله الف مبروك. شكرا لك، شكرا لك. السؤال الثاني. ظل رافع. ما اسم ابليس قبل ان يرفض السجود لادم عندما كان من الملائكه؟ عزازيل. عزازيل حولك طبعا. هو هذاك ازازايل، هو هذاك شيء. حبيبه قلبي، هالمرجع 600,000 انت ربحتيها معي. يا رب الله يجزيك الخير يا رب، ان شاء الله بيعيش دين يا رب. الياك. تفضلي. ان شاء الله الف مبروك. يبارك فيك يا رب، يسلموا ايديك، كل سنه وانتم سالمين يا رب. الله يسلمك وانت سالمه. هنا يا رب. من السؤال الرابع. معلش. كم مره ذكر اسم فرعون في القران الكريم؟ ويلو هادي نتاع السؤال اللي فات داك النهار، فيه كم مره ذكر اسم موسى في القران الكريم؟ اسئله خص تكون صعيب، هادشي تكون حافظو، تكون عرفته. الا ما كنتي هاد لي شيف تكون حافظو، خص تكون ديجا هاد لي شيف عرفتيهم وحافظهم، ما انك زعما تخمن فيهم ميمكنش، ما فيديكش. 75 مره قربتي جدا. هي هاي فرعون مذكور لهاد لو شيفر كاملو. قالت لي قربتي، ماشي 75 ولكن قربتي، صافي واصل بحال هكا 70 مره مذكور فيها في القران فرعون. لكن غلط. انا بعتذر منك، شكرا كثير لك. الرقم اكزاكت هنا، الاجابه في هذه الحلقه، الاجابه ما كاينينش، سي با غاف، ندوز الحلقه اخرى كما العادة ديما تندوزو لكم. قال تعالى وما يشهد بآية. جوج حلقات في حلقة واحدة نتاع تنار، جوج حلقات ديال صنع الابتسامة. قال تعالى وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور. ما معنى كلمة خطار؟ خطار المهم أنا عرفتها جات من الغدر،
غدار. حياتنا إلا كل ختار كفور. ما معنى سؤالنا الأخير هو السؤال الأصعب. أنا كلمة نشوف ختار. السؤال الآخر. غدار. الصراحة والله ما بعرف. شكرا كثير لك. ما معنى كلمة ختار. فين جاي؟ ختار. والله مو معروفة. شكرا لك. ما عندي خبرة. شكرا لك. شكرا لك. جحاد بنعمة الله. غلط. شكرا كثير لك. قال تعالى وما يشهد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ما معنى كلمة ختار؟ يعني مكفر الذنوب أو هيك بهالقصة يعني. غلط. شكرا كثير لك. جاحد للنعمة أو رافضة أو إنه مو مقيم يعني ماله مصدق بأنعم الله. الآية بعدية من وما يجحد زعما هذا الخطر تيجحد بآياتنا يعني ماشي ميمكنش يكون جاحد بالآيات ديجا الله قالها وما يجحد بآياتنا يعني هذاك الخطر هو اللي تيجحد بآيات الله. غلط. شكرا كثير ليلى. والله ما عندي فكرة بس إذا في مساعدة بيان سوغا سمعتو شو الله كيتشرح رابط الغدر بالكفر رابط الغدر بالكفر وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور يعني هذاك الخطار ذاك الغدار راه كفور راه كافر مربوطين مع بعضياتهم حيت الغدر شي حاجه خايبه الله يحفظه ساعديني شوي بكذا انا اسفه شكرا كثير ليلى ماشي يعطيك العافيه بغا مساعده ما بقى لأني شكرا كثير ليلى لا تاخذ ان شاء الله شكرا ليلى ما بعرف يعني ما بعرف شكرا كثير ليلى من راسي شكرا لك. شي بيختار الله بيختار لنا اياه؟ غلط، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. كله ختار كفور. ختار يعني متغير. هيك انا بعرف. غلط، شكرا كثير لك. ايش قال متغير؟ ما عندي فكرة. شكرا لك. يعني مختار او يختار. غلط، شكرا كثير لك. قال تعالى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ما معنى كلمة ختار؟ غدار معنى كلمة ختار؟ إيه غدار طبعاً أكيد ما شاء الله حوالي 26 ألف وانت ربحت معنا استمع لي معتك صحة إن شاء الله ألف مبروك يا استمع لك السؤال الثاني؟ إن شاء الله من هو النبي الذي خلق من الهواء؟ مش فرصكم هذا 20 ألف هذه اللي طلعت يوم سوريا؟ سوية ما سوية تاع 20 درهم تاع 20 درهم ما كاملة مغربية المهم سامحوني قلت لكم هاد الصدمه هادي ولكن اجينا طلع شكرا كثير لك ان شاء الله السؤال ما سمعتش السؤال الثاني ان شاء الله من هو النبي الذي خلق من الهواء خلق نبي خلق من الهواء كيفاش ما كاينش اي ما كاينش حتى شي نبي نقدروا نقولوا ليه خلق حيت كلهم تزادوا خلق من شي حاجه حيت هما تزادوا يعني الوحيدين اللي يقدروا عليهم اللي هما تزادوا ما تزادوش من كرش امو ما عرفتش تنقول المهم زعما الانبياء الوحيدين اللي تخلقوا في شكل ما تخلقوش خلقه عاديه زعما ما تزادوش زياده عاديه ما بين اب وام اللي هما سيدنا ادم عليه السلام وبيان سيغ سيدنا عيسى عليه السلام تاو يعني واحد منهم كاين خلق من هواء سيدنا ادم ما تخلقش من هواء تخلق من طين دونك في الغالب يكون سيدنا عيسى ولكن ما فهمتش السؤال مزيان انا هي هضرت غير باللوجيك بالمنطق ولكن كيفاش خلق من هواء ما فهمتهاش شكرا كثير لك ان شاء الله الف مبروك يا غدار طبعا اكيد ما شاء الله حولك جاوزت 20000 وانت ربحت معنا اخي الله كثر خير تفضل ان شاء الله الف مبروك الله يسر الدراويش يجيبك وخرجوا الزكاة عندكم نساو زكاة الفطر قبل من العيد جاهز للسؤال الثاني تفضلي من هو النبي الذي خلق من الهواء سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام السلام طبعا اكيد ما شاء الله حول المنطق ديالي مزيان لكن المره جاءت 50000 وانت ربحت معنا الله يوفقك كثر خيري تفضل ان شاء الله الف مبروك كثر خير كل تعليم جاهز للسؤال الثالث ان شاء الله تعالى
ما هو الجبل الذي بكى فرحا بلقاء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أحد. شكرا كثير لك وان شاء الله جبل أحد. حافظ انا تقريبا الرسالة. المهم بيان سور هادي قريتها فعلا، لكن كنهضر على جبل أحد في الرسالة، الفيلم تاع الرسالة. ما جاوبش ما جاوبش مسكين ما عرفش. ها هو ما يشهد بآياتنا الا كل خطار كفور الغطار. هذا سيدنا عيسى هو النبي الذي خلق منها واخا ما فهمتهاش. جبل أحد نازي نازي، جبل الذي بكى فرحا بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو جبل أحد. ياسر السيرة النبوية وقصص الأنبياء مهمين لنا في الحياة، تعلموهم وعرفوهم، راه كلهم عبر باش ينفعونا في حياتنا. وهنا تنساليو هذا الفيديو ديالنا تاع صناعة الابتسامة، وباقي الخير باقي تسناونا ديما مع صناعة الابتسامة، كل مرة نديرو لكم الرياكسيو عليهم. خلينا لكم على خير، عواشر مبروكة وصحة.